في أحكام قاسية جدا صدرت بحق المتزوج من قاصر، حكم وصل ل 17 سنة ونص للزوج وثلاث أو أربع سنين للأب، حكم أربع سنين لأنه زوج بنته القاصر من شخص بالغ. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. مساء الخير، كيفك؟ كيف صحتك؟ الله يسلمك أخي. عود أنت مدير، ما في مشكلة. والبناء ثلاث طوابق، عاملين شفرة للباب هنا. عاملين يعني ثلاث طوابق، بكل طابق في أربع طوابق. شو اللي موجود عندكم بيسار؟ هلأ نحن هون قسمين، قسم هو الحرف اليدوية والأعمال اليدوية والدورات اللغة التركية بأول طابق، ثاني طابق تقريبا. أول طابق وثاني طابق. وفي عنا قسم هو التوعية، يعني هو برنامج الحماية، يعتمد على التوعية القانونية للسوريين اللاجئين في أنطاكيا وفي الولاية هون. هذا كتير مهم. بعد شو في؟ بعد عندنا مكاتب للموظفين والأقسام يعني، وفي كمان تحت كمان استطابق رح يكون في هذا للشطرنج والموسيقى وهيك أشياء يعني. دائما في برنامج يعني طبعا. تقول إنه بالسنة بهي الشهرين شو بنساوي، بهي ثلاثة شهور شو بنساوي، بهي ستة شهور. طبعا طبعا، هي مشاريع كل فترة بيكون في مشروع أو برنامج نشتغل عليه. طبعا هي صار تشتغل ثلاث برامج، الأمن الغذائي وسبل العيش والتعليم والحماية. كم سنة صار لكم؟ من 2013، بس المركز هون جديد يعني، هاي السنة كانت انطلاقته. يعني الشغل صاروا من 2013 مع التأسيس، مع طبعا هو من 2011 بس تأسيس رسمي بتركيا وتسجيل 2013 يعني. يعتبر بإنطاكي هذا الأكثر فاعلية بالنسبة للدورات وبالنسبة للرسم للموسيقى لأي شيء يعني. أكيد الحمد لله رب العالمين. هلا ما حدا بيقول عنده بسحامة. لا هذه ما في إمكانيات، مو يعني هو الحمد لله رب العالمين مميز يعني. طبعا الحمد لله بين المراكز المميزة يعني، هو في أكيد ناس عم تشتغل، بس في ناس عم تشتغل على مجالات تانية. مثلا كل مؤسسة أخذت منحة معين، ناس على الأطفال، ناس على النساء، ناس على العجاز، يعني كله موجود يعني بكل مكان يعني، بس نحن هيك المسار تبعنا. في عندكم مشاركات يعني باسمكم، في ناس تشارك بمهرجانات بندوات في ملتقيات في كذا باسم صار؟ طبعا كان في عنا السنة الماضية واللي قبلها كان في مشروع موسيقى، في عنا كورال باسم سار، وطلع يعني عزف امام الاتحاد الاوروبي باسطنبول، في بانقره، بازمير امام بلديه ازمير. وفي عنا صبيه اخذت السنه طلعت على تايوان، كانت بعثتها وكاله سار، كمان شاركت بمسابقه على مستوى اسيا وحصلت على جوائز يعني كطفله سوريه لاجئه بتركيا يعني. راحت عزفت كمان بعض الالات الموسيقيه وشاركت بالمسابقه. الله يعطيكم العافيه. شو اسم المدير؟ أنا ماني مدير، أنا مدير قسم التعليم بالوكالة. شو اسمه مدير قسم التعليم؟ غزوان حاج محمود. نبدأ من الأخير ولا الشاطرين من الدام؟ الشاطرين عادي من الدام. لا خلينا من الأخير. هلا بالأخير اللي بيقعد بالأخير هو شو بيكون؟ هو بيقولوا الكسلان هيك بيقولوا يعني. ما شايف؟ شايف شلون؟ عندك هيك اللي نشط وشوي شقي يعني. إيه ممكن. كله وارد، لكن نحن بنحب هيك يعني. الدام بيكونوا أشطر الشيء. نحن على مثلا محمد رفيقه والشباب هون كتير شاطرين، لا ويعني بيعطوا ملاحظات لنا أكتر. نحن إذا بنبرك آخر الشيء أحسن لنا يعني، ما نكون بالواجهة على طول يعني، لسه ما بنعرف نحكي يعني، دوبنا نقول اسمنا بالتركي. عم تمرق كلامك يعني بابتسامة يعني مشان يقبلوها. ما والله. أنت حضرتك حلبي؟ أي واضح. اللي جنبك كمان؟ كمان يا حلبي. كله هون حلبية؟ لا بس المقعد. كم حلب؟ كل مقعد مدينة. والله في يعني كتير سوريات كبار بالعمر 60 و65 ولسه بيروحوا على الدورات. يعني انت لسه في نشاط ممكن الواحد طبعا لاقي حالك عند حد معين. حلبية طلعتي؟ ما لا، من ادلب. من ادلب قريبة. هلا بتعرفي ادلب امتى صارت محافظة؟ جديدة هي، ما هو من زمان. هي محافظة صغيرة يعني بعنا بسوريا. هي منيحة وعدد سكانها ويعني تستحق انه تكون محافظة. مستبعد عن كل المحافظات. هلا مستبعدة ما في مشكلة. هلا ايام زمان يعني نقول قبل الحرب وقبل
كان في تغييب لإدلب ما؟ أي. رغم أنه فيها طاقات كثيرة يعني الزراعة بتكفي يعني بإدلب شو بده الواحد يحكي الحكي كثير ما من وين من إدلب؟ نفساً مدينة للمدينة يعني قليل اللي بيتجه هون لخدمة السوري حقا على أرض الواقع فهن عم بيقدموا شيء للسوري هون اللي عم بيعاني منه هو التواصل مع المجتمع يعني خلال الشهرين الثلاثة هون اختلفت القصة يعني انه طبعاً اذا مشيت بالشارع بتقدر تقرأ ارما بتقدر تشوف بيقدر يحكي بيقدر يخلص حاله عرفت شو في كتير يعني ناس هون لسه يعني كانوا اول يعني اخذين كورسات لسه استفادوا اكتر فال يعني الفائدة اللي حصلناها عندهم هون يكثر خيرهم يعطيه العافية الله يعطيه العافية عطلنا عليكم الدرس لا يكثر خيرك شكرا لك شكرا أهلا وسهلا فيك يعني جيتك لهون دليل على اهتمامك بهالناس نحن ما بنقدر نعيش إذا ما شفنا بعضنا اسم الكريم أنا الدكتور ياسين سلجي يا أهلا وسهلا فيك الله يحفظك يا مرحبا شو لحتى عرفتك هلا لحتى عرفتك ما شاء الله معناته اصبح انت قبل يعني تركتي ادلب تركتي ادلب من قد ما شفتي بجوز قد ما الواحد ذاكرته هلا هات تذكرتي هلا تذكرتي هلا بتقول لك انا حتعلم لغه يعني هلا هم اللغه شو مين هم نحن صفينا من التراث نعم اهلا وسهلا فيكم كيفك الحمد لله أول قبل ما نفوت يعني مبين أكتر واحد شقي بالصف يعني أول ما طلع ضربت عيني عليه قلت لحالي ها هذا هو بالعادة على طول بقعد آخر مقعد بس اليوم ما بعرف ليش جيت لهون الهوى رماك رئيس العصابة تبعنا اسماعيل تبعنا يعني هي إلى معنى أنه يعني الرئيس تبع العصابة هي كلمة اسماعيل يعني هيك بالتركي إيه لا إيه اسمه اسماعيل هيك نحن ملبينه مصطلح له اسماعيل بس تسأل على اسماعيل بيقول لك انا طيب واحد احيانا بيبين يعني فكل واحد عنده اهتمام فبيلجأوا له اكثر شيء يعني وين لقوا الشيء الايجابي عند عندك حلال المشاكل اجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا لا شل الاقتصاديه على جنب بالاجتماعيه خلينا في حدا بيجي بيقول لك يديننا لا لا ما حدا اجى لا في كثير فنانين معروفين بسوريا بيعرفون لواتقه بس هن شو أداربي بيكونوا مثل مين؟ نضال سجري كان معروف من الله يرحمه وعابد فهد من جارنا من الغساني نعم هدول بعرفهم يعني يعني هدول بعرفهم هلا غيرهم ما كتير سلوم حداد صح كمان رايح عن بالي يعني في كتير بس عجبك حكيه يعني عم يحكي هذا اللي يعني هو بحب يسمعني زيادة حلو مستقبلك مختار؟ إن شاء الله الكل جاي يتعلم القانون ما جاي يتعلم القانون التركي كله جاي يتعلم القانون التركي يعني يعرف إنه هو وين هو بتركيا إيه؟ وبده يحترم القانون للبلد اللي عايش فيه صح هو القانون التركي بس يعرفه بصير بيمشي عليه يعني. تمام طبعا بس القانون راح يمشي عليه هي أول دورة يعني أول شيء تجربة ولا في ناس تخرجت هون مشروع كامل هو مشروع مدعوم من منظمة والتر هانجر هيلث مشروع دعم السوريين للوصول إلى الخدمات المتاحة في تركيا عن طريق جلسات التوعية القانونية ومحامي مستشار مجاني تركي بيكون موجود فهاي الجلسات مستمرة لمدة 7 شهور بدنا نستهدف فيها 3000 شخص بست مواضيع في المواضيع اللي بتهم السوريين في النواحي الحياتية أكتر يعني مثلا قانون العائلة التركي اللي عم يصير فيه كتير مخالفات هون من قبل السوريين عم نحكي عن الزواج المبكر عم نحكي عن إذن العمل عم نحكي عن قوانين أخرى بتمس السوريين في حياتهم المباشرة في تركيا منعلمهم كيف يوصلوا لحقوقهم طبعا هذا الشيء بخفف ضغط كبير عن المؤسسات التركية وقت اللي منحدد له أنه لازم تسجل ابنك في المركز الفلاني فهو بيروح على المركز الفلاني بدل ما يروح على 20 مركز بيكون ضايع ويرجع ويدلوه على المركز الثاني طبعا اليوم في عنا محاضرة عن قانون العائلة التركية اللي عم يقدمها المحاضر الأستاذ أحمد حسون الحضور يمكن عم نستهدف من 20 ل 30 شخص في الجلسة حاليا الحضور كان كتير كويس في منهم مكررين من الشباب الموجودين هون كتير عم يحبوا يسمعوا
المحاضرات الثانية. في عنا 6 محاور نحن عم نشتغل عليها وأهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا فيهم جميعا. اسمي كريم. أنا المحامي أنس دلو مدير مشروع. أهلا وسهلا فيك. هو في مشكلة يعني عند المواطن السوري اللي موجود هون أنه أحيانا بيصطدم بخبرة المحامي. يعني المحامي عم تكون فبتكون دورة للمحامين أنه يعني يعرفوا القانون التركي لأنه هو مو كثير بعيد عن القانون السوري. لا لا بعض القوانين بعيدة كل البعد. مثلا قانون العقل التركي مختلف تماما كليا عن قانون السوري. كونه القانون التركي متاخذ من القانون مدني. أما القانون السوري متاخذ من الشريعة الإسلامية. ففي خلاف كثير كبير بهذا الموضوع. هذا الشيء نحن ما بنعرفه يعني خبرتنا فيه قليلة. بس لا فارق كبير في بين القانون السوري والقانون التركي. طبعا في فارق. انت ما تطلع استاذ على العادات والتقاليد. ممكن نحن نشبههم كثير بعاداتنا وتقاليدنا. أيوة. بس القوانين في فارق دراسة. فارق كبير بيحتاج الى يعني يعني محامي مدرب يكون عنده خبره جيده بالقانون التركي حتى يحسن يوصل هاي المعلومه للسوريين. هم مهتمين بهذا الموضوع يعني صار في عندنا محامين يتقنوا القانون التركي يقدروا ولا اعداد قليله؟ والله لحد الآن الأعداد أخذ بالعطخ ما كتير الأعداد كبيرة بصراحة. يعني الأعداد اللي بتقنوا القانون التركي يعني قليل نسبيا. وقت بيشتغل محامي تركي ومحامي سوري بنفس المكتب بصير أسهل القصة. بالنسبة للقوانين التركية والقوانين السورية قريبة جدا من بعضها. القانون التركي مأخوذ من القانون السويسري والقانون السوري كان مأخوذ من القانون الفرنسي. وكل القوانين هاي نشأت في حقبة معينة زمنية معينة فكل القوانين أخذت من بعضها. بالنسبة للخلافات بسيطة جدا يعني قد تكون في الإجراءات مثل ما قال الأستاذ أو قانون العائلة السوري اللي كان مأخوذ من المذهب الحنفي والشريعة الإسلامية بينما هون قانون العائلة مأخوذ من القانون السويسري. يعني تقريبا القوانين الثانية نفس المواد ونفس المبادئ والنصوص. بتختلف الإجراءات شوية بالمحاكم كشغل محامين كأكثر. نحن بالنسبة لنا كمحامين سوريين ممنوعين من العمل في تركيا هون لأن ما أننا معدلين شهاداتنا. للأسف في حاجز اللغة عنا كبير لهلأ لازال بيننا وبينه. نحن بالنسبة لنا كمحامين سوريين يمكن محامي بعمري أنا بدي يرجعه على السنة الثانية واللغة التركية لا أتقن منها الكثير شايف. فأكيد بدي يكون عليه صعوبة في التعديل. أما بالنسبة للقوانين فأظن أنه متقاربة وقعدنا مع قوانين مع محامين أتراك مع رجال قانون أتراك كانت القوانين تقريبا نفس الإجراءات اللي عم تمشي في المحاكم كانت عندنا في سوريا هي نفس الإجراءات اللي هون مش يعني. والقوانين حتى العقوبات في بقرب كتير منا ببعضها كون القوانين مثل ما قلت لك كلها نشأت في حقبة واحدة وكلهم أخذوا من نفس المصدر أو المنبع. أولا تعلم اللغات لغة الموطن اللي انت بارك فيه هون. طبعا ما شاء الله اليوم كمان بقوموا بدورات لغة التركية ومنها معرفة القوانين ما لك وما عليك من ضمن القوانين. طبعا حاليا الندوات اللي بنحضرها هون هي ندوات مهمة كتير جدا جدا لأنه بتخص المواطن كأسرة وليس كمواضيع جنائية. الأسرة مثلا قانون الأسرة قانون العائلة الزواج الطلاق تملك ما تملك هالأمور هاي اللي بتهم الشخص أو عائلته بشكل عام. وكان أهمها هي عمليات الزواج والطلاق عمليات التسجيل الولادات. وطبعا أنا استفدت شخصيا من عبر هاي الندوات من آلية تسجيل الولادة. صار لك زمان بهالتجربة مع الشباب السوريين والأسر السورية؟ من لما بلشنا بالمشروع تناشيني حوالي 3 شهور. بده بال طويل يعني بده نوعا ما يعني كله بده بال طويل اكيد يعني. هذا مجاني يعني الناس ما بتدفع رسوم هاي؟ طبعا مجاني. ولحد الان في اعداد منيحه تعرفت وتعلمت في قصص نجاح كثير مثل ما تفضل الاستاذ. كمان في قصص نجاح بالتسجيل الولادات والوفيات هدول كلهم قصص نجاح يعتبروا. هلا هي التجربه موجوده بانطاكيا بتعرفوا انه موجوده بغير ولايات ولا بس بانطاكيا؟ لانه في أنطاكيا على ما أعتقد أنه حسب معلوماتي يعني. قبل ما تصير الحرب يعني شو كان طموحك بشو وين؟ أنا طموحي كان أدرس محامية أتخرج محامية. فخرجت إرشاد نفسي من جامعة تركية 2019 خرجت 2019 يعني ما صار لي شيء متخرجة كمان فترة زمنية قصيرة. حظك حلو انه لقيتي حالك هون انت. ما الحمد لله يعطيك العافيه. شو اسمك؟ ملك. معلومات يعني كسبناها من الاخ المحامي والانسه الموظفه. حتى الواحد اذا ما مارس هي القصه قدر اخر حكى كلام طيب في المساله. هلا بيصير انه كمان بيحكوا لغيرهم وغيرهم بيجيبوا غيرهم فبيكثروا الصراع النبي ما هيك؟ كيف عم يجوا لعنا المستفيدين؟ لأن هني بيحكوا لبعضهم يعني معظمهم في كتير منهم ما عندهم صفحة على الفيسبوك. نحن بنحط إعلان على الفيسبوك بس معظمهم ما عندهم صفحة. كيف عم يجوا؟ نحن بتعرف الأستاذ اليوم راح أحكي لك نحن ما كان عندنا في جلسة اليوم
بالبرنامج ما كان في عنا جلسة، يعني العدد تفاجأنا أنه صار عدد كبير حضروا، لأنه كل يوم في عنا جلسة، فاعتبروا هاليوم مثل أي يوم. اللي لفت نظري أنه نحن ضروري نطلع على القوانين التركية، لأنه نحن عايشين هون وبدنا نخضع لها القوانين. فالشباب يعني عاملين هالمجال هذا، وأنا سمعت من أحد زملائي اللي دعاني، هو يعني أنا جيت حضرت معه، قال لي فيه هون محاضرات في جمعية منظمة سار، وجينا صرنا سمعنا عن قانون العائلة التركي، وسمعنا عن عطونا محاضرات تانية عن زواج القاصرات، الزواج المبكر، وعم نتابع مشان نطلع على هيك أمور. عم يتعلموا تركي بسرعة ولا في هزلي أونر يور تركشا؟ Çok hızlı öğreniyorlar. Zaten onlar uzun zamandan beri burada oldukları için Türkçe ile daha önceden aşinalıkları var. Kurs ile kaidelerimizi, kurallarımızı daha iyi öğreniyorlar. Evet, onun zamanı onu hala kemal onu şöyle bir kurs falan اغلب اتعلم يعني ماشي حالهم بسرعه عم يتعلموا يعني. هون لازم يكون بقى الحكي كله بالتركي لصالحهم. يعني يضل بالتركي بس، يعني كيف ممكن احيانا يضطروا انه هي بالعربي Şimdi Türkçe herkes siz Türkçe konuşmak daha iyi için yani hızlı öğrenmek için Türkçe sen konuşuyorsan her zaman. Tabii ki de ben Türkçe konuşuyorum zaten her zaman. Biz de eğitimlerimizde bunları aldık. Bazı öğretmenlerimiz Hatay olduğu için burası memleketleri Arapça biliyorlar. Ama bize eğitimde şunu söylüyorlar. Siz Arapça bilseniz bile onlarla Arapça konuşmuyorsunuz. Türkçe konuşuyorsunuz çünkü daha hızlı öğreniyorlar. هي ما بتحكي عربي ابدا، واصلا حتى بهطاي مثلا في كتير اساتذه بيحكوا عربي اتراك، يعني بتعرف انه بيحكوا لغه عربيه، بس هن بفضلوا بالكورسات ما يحكوا عربي، لانه اذا حكوا عربي بصير بيعتمد، بصير اتكالي الطالب نوعا ما، فهي بتحكي تركي، فبتركي بتعلمه بسرعه يعني اجباري، بصير بيضغط حاله الطالب حتى يتعلم او يفهم شو عم تحكي الانسه بشكل عام. عندها رغبه تتعلم عربي؟ عربشه استيور مثلا ben de çok istiyorum Arapça öğrenmeyi. Evet. فما حتطلع من الدورة اللي يعلموه عربي. تعلمت أكثر من هلا. يعني اللي تعلموا تركي تعلمت أكثر عربي. ممكن تسمع بس اللفظ. وبتكتب عربي هي كمان الفكرة تعلمت كتابة. أنا أقرأ ve yazmayı biliyorum zaten. Anlamları da yavaş yavaş öğreniyorum. İsminizi yazabilirim Arapça. تحسن تكتب اسمك بالعربي. كندي اسمك يز. عبد. صعب. كتبي عبد المعين عبد المجيد. الله المعين. أيوة معين يا نو ابني خلي عبد المجيد مقبولة عبد المجيد تحت سيارتي يعني وقت بتكون المدرسة هيك مريحة بتتعلم بسرعة ما هي إذا أسلوبه حلو هو المدرس هو اللي حابب يوصل لك الفكرة يعني إذا كان أسلوبه حلو أنت تفهم المعلومة ما بينفر يعني بصير بيجي على بس أحيانا بيقولوا يعني كل اللي بيتعلموا تركي بتركيا السوريين إنه الأنسة كتير نشيطة ما بتسكت بتحكي كتير ما بتهدأ ما يعني بيهلكوا السوريين إنه شوي شوي ما في شوي شوي بدكم تتعلموا هلا لا هي يعني وقت الجد جد وقت المزح مزح مثلا ممكن وقت الدرس مرة لك مزحة من هون لازمك كلمة من هون ترجمة يعني جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم